البيان الذي صدر منذ دقائق عن اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني. أنا عايز أقول لحضراتكم، عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم الاثنين 10 أكتوبر 19 اجتماعات مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لاستعراض ما تم من إجراءات في لقاء مقرري المحاور الرئيسية واللجان الفرعية والمقررين المساعدين. الناس دي كانت بتجتمع وبالتالي بتستعرض أمام مجلس الأمناء ما تم لاستعراض المقترحات في مخطط العمل وجداول الأعمال خلال الفترة القادمة. بيحكوا على الاجتماع الأول وبيقولوا أن الاجتماع بدأ باستعراض رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني نتيجة اجتماعات مقررين العموم والمساعدين مع الأمانة الفنية على مدار الأسبوع الماضي، استكمالا للقاءات التحضيرية للبدء الفعلي لجلسات النقاشية بالحوار الوطني. واستقر مجلس أمناء الحوار الوطني خلال الاجتماع على الانعقاد الدائم للمجلس وكذلك الخطوات المقبلة للحوار مع تحديد يوم السبت القادم كآخر موعد لتلقي المقترحات بالقضايا وأسماء المشاركين بجلسات الحوار من جميع الجهات. خلاص كده يوم السبت الجاي، بما فيهم مجلس الأمناء والمقررين والمقررين المساعدين حتى يتسنى بدء جلسات الحوار. مجلس أمناء قرر أنه سيعقد الجلسات العلنية للمحاور الثلاثة على التوازي وليس على التوالي بواقع 3 أيام في الأسبوع بحد أدنى، حيث يخصص يوم لجلسات المحور السياسي ويوم آخر من ذات الأسبوع لجلسات المحور الاقتصادي ثم جلسات المحور المجتمعي، على أن يتم إجراء حتى 5 جلسات للمحور الواحد في اليوم المخصص له أو اليوم التالي له حسب ما تقتضيه طبيعة الموضوعات وعدد المشاركين والمناقشات وبما يسمح لوسائل الإعلام والصحافة بالتغطية الكاملة. احنا هنغطي لحضراتكم بالكامل وننقل وأيضا يسمح بالتحليل لما يتم في ذلك. في الاجتماع الثاني مجلس الأمناء التقى بالمقررين العموم أيضا لمناقشة مقترحاتهم في إجراءات سير الجلسات النقاشية، واتسمت الاجتماع الأجواء بالإيجابية وفي السياق ذاته فيما يتعلق بعلاقة الحوار الوطني بالمؤتمر الاقتصادي بقى هنا. أوضح مجلس الأمناء أنها علاقة تكاملية، مرحبا بدعوة السيد الدكتور مرحبا أنا آسف بدعوة السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مقرر المحور الاقتصادي لحضور المؤتمر.